الآن. أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم من جديد. شفنا الفقرة اللي فاتت اللاعبة كاترين المحترفة في الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي سيدات، وشفنا الحديث معاها. الحقيقة دلوقتي بننتقل على الفترة على فقرة مهمة جدا، يعني نور ياسين أحد أبرز لاعبات كرة اليد قررت اعتزالها اللاعب هذه السنة، وطبعا كان لازم تكون معانا. الحقيقة أنا حابب أحط الضوء شوية عن نور، بدأت إزاي. نور ياسين أحد أبرز لاعبات كرة اليد المصرية والنادي الأهلي، هي من مواليد 1990. طيب خلينا نشوف ده من خلال تقرير عملناه عن نور، وارجع لحضراتكم تاني عشان نرحب بضيفتنا ونبتدي حديثنا معاها. نور ياسين جوهرة كرة اليد المصرية. نور ياسين أحد أبرز لاعبات كرة اليد المصرية والنادي الأهلي، هي من مواليد عام 1990. بدأت لعب كرة اليد وهي في سن 5 من عمرها بالنادي الأهلي، وتدرجت في فرق الناشئين، ثم انتقلت عام 2003 لنادي هليوبوليس وخاضت معه عامين موسمي 2003 و2004، ثم أعادها الكابتن أشرف شكري رحمه الله مرة أخرى في مطلع عام 2005، وصعدت للدرجة الأولى لأول مرة، وحصلت مع الفريق على البطولة العربية عام 2007 في سوريا. واستطاعت خلال 8 سنوات بفريق الدرجة الأولى في التتويج بجميع الألقاب المحلية على التوالي خلال هذه السنوات وتحقيق الرباعية الموسم الماضي، بالإضافة إلى الحصول على البرونزية في البطولة العربية في تونس والمغرب، وشاركت مع النادي في أول بطولة في أفريقيا موسم 2015-2016، وشاركت مع المنتخب الوطني في 6 بطولات، 2 أفريقية و4 بطولات عربية. نور ياسين نجحت على مدار 20 عاما في كرة اليد داخل القلعة الحمراء في حصد العديد من البطولات العربية والمحلية، وكتبت تاريخا لها داخل جدران هذا النادي العريق، حتى اكتفت بما حققته طوال 27 عاما من عمرها، والنظر لمستقبلها في مجال الهندسة بعد هذا المشوار الحافل بالإنجازات. ملوك الصلاة تستضيف نور ياسين للحديث عن أسباب اعتزالها ووجهتها المقبلة وسر تفوق فريق كرة اليد محليا وأصعب اللحظات التي مرت بها في مشوارها الطويل، وكذلك اللحظات السعيدة التي لا يمكن أن تنساها، وأفضل المدربين الذين أثروا في مسيرتها، وغيرها من الكواليس التي تكشفها لنا نور ياسين جوهرة كرة اليد المصرية لبرنامج ملوك الصلاة. نور اهلا بيك، منوره ملوك الصلاة. بنورك والله. قولي لي بقى، يعني احنا شفنا طبعا فيديو سريع عنك وعن انجازاتك وبطولاتك، كلميني كده منذ البدايه، بدات ازاي ومين اللي حبيبك في كره اليد؟ كلمينا شويه عن التفاصيل. والله منذ البدايه دي اوكي قصه طويله، عندك وقت؟ عندي طبعا، عادي احنا قاعدين عشانك. خلاص تمام. هو انا والدتي كانت كابتن نبيله جابر، كانت كابتن نادي الاهلي منتخب مصر في الهاندبول، وخالي نفس الكلام كابتن احمد جابر، دخلت الهاندبول كده يعني عائله بالجينات. بالظبط، يعني من غير ما كنت ليا اراده في الموضوع ده. تمام. بدات في نشئات النادي الاهلي، وانتقلت بعد كده واحده واحده، لعبت موسم في نادي هليوبوليس او موسمين، بعد كده رجعت الاهلي تاني، كابتن اشرف شكري الله يرحمه هو اللي رجعني النادي الاهلي. لعبت بعد كده في الشابات وبعدين الدرجه الاولى لحد ما قررت الاعتزال. طب قولي لي يعني اهم البطولات اللي خدتيها مع النادي الاهلي تفتكريها؟
اهم البطولات مؤخرا ممكن اقول لك بطوله السوبر السنه اللي فاتت، كانت الموسم اللي فات كان مع سبورتنج باي. لان دي كانت بطوله زي طار كده يعني، لانه السيزون اللي قبله ربنا ما وفقناش وخسرنا البطوله دي. ماتش السوبر اللي اتلعب في ملعب سبورتنج صح؟ بالظبط. ماتش السوبر الشهيره اللي هو المفروض يتلعب في الارض المحايده اتلعب في ملعب سبورتنج. لا هو الفكره بس ان السوبر هي مش ماتش، هو السوبر نظام دوري بس مصغر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان السوبر بطوله بعد ما بتخلص بطوله الدوري بياخدوا اول سته يلعبوا بطوله زي دوري من دور واحد. صحيح. فهي مش مباراه واحده يعني بس. هو دايما بيبقى الفاينل مع سبورتنج اللي هو المنافس العنيد بتاعنا على طب وانت قعدتي 7 سنين تحصلي على كل البطولات المحليه صح؟ تقريبا صح تقريبا صح. طب قولي لي يعني انت مهندسه وخريجه هندسه عين شمس ودي كليه عمليه في منتهى الصعوبه صح، عملت الموضوع ده ازاي؟ يعني كنت متوافقه ازاي؟ احكي لي بقى عن يومك كان بيبقى ازاي، وحتى لو عندك ماتش كلميني شويه عن الموضوع. والله من وانا صغيره يعني والدتي طبعا كانت نفس الكارير بتاعي سواء في الهندسه او في الهاندبول. ماما مهندسه برضو؟ ماما مهندسه برضو. خريجه ايه طيب؟ خريجه هندسه القاهره عماره. زي انا القاهره برضو. لا انا انت عين شمس، انت بقى انت عدوتنا. فهو هي كانت مهندسه، فانت كنت شايفه قدامك يعني نموذج. يعني نموذج قدوه. بالظبط بالظبط. ربنا يخليها لك. ربنا يخليك يا رب. طبعا مع بابا من واحنا صغيرين يعني اليوم كان فعلا غريب. بنبدا اليوم في المدرسه الصبح، تيجي ماما وبابا جايين، مش بابا جاي من الشغل وماما محضره شنطه فيها اللبس والساندوتشات والغدا عشان الرحله تبتدي. عشان تبتدي الرحله كنت انا حتى عندي اخين عمر ياسين ومحمد ياسين برضو لاعبين هاندبول. عمر ياسين كان في النادي الاهلي لسه السنه دي منتقل بس اعاره للنادي الاهلي. عمر ياسين اخوك. ومحمد ياسين برضو في نادي الجزيره. فكنا احنا الثلاثه ورا بعض جدا، قريبين جدا في السن من بعض. فكنا ايه الاتوبيس كده بيتحرك. بيتحرك رايحين كلنا على التمرين. بالظبط رايحين كلنا بالتمرين. كنا بنذاكر في النادي، بناكل في النادي، بنلبس في النادي، احيانا بنلبس في العربيه. طبعا كان اليوم بتاعنا كان حافل. بس طب هندسه بقى لما كبرنا شويه. الهندسه بقى. لا ثانويه عامه. ثانويه عامه لا نخش على الكارثه الكبيره. عنق الزجاجه طبعا. ثانويه عامه يعني انا لو رجع بيا الزمن انا فعلا لما بفتكر انا كنت بعمل ايه عشان اقدر اوفق ما بين. طبعا هو توفيق عند ربنا اول حاجه سبحانه وتعالى. طبعا طبعا. ثانيا طبعا وجود والدي ووالدتي كسند ودعم ليا من في كل مراحل. ربنا يخليك يا رب كابتن. فدي كانت انا لما بفتكر انا كنت بعمل ايه عشان اذاكر واروح التمرين واروح الماتشات يعني بقول انا مش عارف ازاي بعمل كده. مش عارف ازاي يعني مش عارف اليوم كان بيمشي ازاي. اللي عايز ينجح بيعمل اي حاجه طبعا. اكيد اكيد مجهود فظيع. بس انا دايما عندي قناعه انه الرياضه هي عمرها ما بتقف قدام الدراسه. برافو عليك. بل بالعكس هي الرياضه بتخلي الانسان عنده من جواه حافز وطموح ان هو ينجح أحسن. ويوصل بالظبط ويكون احسن. بلس كمان هي يعني سبحان الله يعني بيبقى عندنا قدره كده رياضيين على الاستيعاب او التحصيل. تحصيل صحيح. بصوره سريعه جدا. صحيح. فالحمد لله ربنا وفقنا يعني. دخلتي هندسه بقى عين شمس. اصعب هندسه في مصر. عملتي ايه؟ عملتي ايه؟ طب انت كان عندك بطولات يعني ليه انا بقول الكلام ده؟ خلي بالك انت قدوه دلوقتي. الناس بيشوفونا، في بنات صغيرين بيشوفونا. اكيد. بيقول لك لا انا صعب اخش هندسه، انا صعب ابقى متفوق دراسيا ورياضيا. فانا بتكل على الحته دي عشان القدوه. اكيد طبعا. انت شايفه يعني لما دخلتي هندسه كنت بتعملي ايه؟ كليه هندسه كانت يعني بص هو انا الرياضه مع الدراسه كانوا الاثنين ماشيين بارلل كده مع بعض. بل بالعكس الرياضه كانت في احيان كتير جدا او الاحيان الاكثر هي بتيجي على الدراسه. يعني انا كنت ممكن افوت سكشن او محاضره عشان احضر ماتش، لكن العكس لا. العكس ما بيحصلش. العكس ما بيحصلش. صحيح صحيح. فيعني انا وجود برضو طبعا يعني بعد ربنا هو وجود والدي ووالدتي ورايا من في كل صحيح. حاجه صحيح. يعني مسخرين لي كل الظروف يعني الحمد لله يا رب ان انا يعني ربنا كان مديني نموذج قدامي حي في البيت كانت عايشه نفس حياتي. كانت على طول ورايا يعني لما احس ان انا ضعفت او انا خلاص مش قادره اكمل او تعبت او دي صوره باباكي ومامتك معاك يا دي في حفله تكريم النادي الاهلي السنه اللي فاتت حفله ملوك الصلاه. الصوره دي كانت سبب. ودي برضو عمر اهو. عمر صاحبي حبيبي. وده بابا وماما. الحقيقه كل التحيه ليهم يعني. ربنا دي برضو كابتن النادي الاهلي. والله كل التحيه ليهم. انا كمان مش بس ما كنتش في النادي، انا كنت في منتخب مصر يعني. انا جيت عند طبعا احنا عارفين يعني لا يعني انا اجلت امتحانات يعني انا عملت يعني حاجه صعبه جدا. معلش يا كابتن اتفضل. دي جايزه ايه؟ دي السيزون اللي قبل اللي فات. كانت بطوله منطقه القاهره. يعني ده كاس بطوله منطقه القاهره. ده كاس بطوله منطقه القاهره. هو عامه احلى من الكاس بتاع الكاس مصر شكلا. والله كان ليه بقى؟ ما اعرفش. ده درع الدوري برضو الموسم اللي قبل اللي فات. اللي قبل اللي فات درع الدوري. ما شاء الله. وصلت النادي الاهلي. وصلت النادي الاهلي. تمام. طب قولي لي بقى نكمل حديثنا على نكمل حديثنا بقى على هندسه. جيت عند سنه اولى مدني. احنا عندنا في مدني اصعب سنه عندنا هي سنه ثالثه. معروف. في اولى مدني كان عندنا بطوله افريقيا في مصر كانت 2010. كنت مع منتخب مصر.
البطوله كانت في السويس، الدور الاول كان في السويس، الدور الثاني كان في القاهره. كانت اول بطوله افريقيا العبها في حياتي مع منتخب مصر، كان سني صغير يعتبر بالنسبه للاعبات الموجودين. كان عندي اصرار رهيب ان انا اكون موجوده في المنتخب، ان انا ما اقدمش اعتذار، هعمل اي حاجه، هعمل اي حاجه. كان صعب جدا ان انا اجل امتحانات. كانت البطوله دايما افريقيا في المنتخبات بتبقى في شهر يناير، شهر فبراير، يعني امتحانات لسه اسالك في شهر كام؟ الترم او الترم؟ الترم، 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 امتحانات الترم. فكنت كتبي كده معايا والمحاضرات والملازم والكلام ده، وفي المعسكر في السويس نخلص تمرين بذاكر، تمرين الصبح يخلص بنام شويه اصحى اذاكر، تمرين بالليل يخلص انام الحق لي حبه قبل ما انام. يعني عايز اقول لك ان انا كنت بروح بسافر، بسيب المعسكر من السويس اسافر على القاهره ليله الامتحان. بابا كان بيجي ياخدني من السويس، من السويس تمتحن وترجع تاني. امتحن ابات في البيت وامتحن الامتحان، تاني يوم الصبح خلاص امتحان بابا يجي ياخدني يرجع السويس. يعني كان واخد مشوار السويس ده كانه اهل الجزيره بالظبط يعني. فطبعا كان تعبت جدا طبعا، بس الحمد لله يا ربنا يعني وفقني، الحمد لله ما شلتش مواد، ما دبلرتش الحمد لله يعني. طبعا توفيق من عند ربنا. ده كان في سنه اولى. في سنه ثالثه بقى قصه نجاح كبيره، خلي بالك ربنا يخليك كابتن والله. طيب سنه ثالثه، ثالثه بقى، سنه ثالثه بقى دي كانت اصعب سنه عندنا في مدني عين شمس. سنة تالتة دي كانت بطولة أفريقيا، ما كانش ينفع أن أنا، كانت في المغرب برا مصر مع المنتخب 2012، ما كانش ينفع أن أنا تعتذري. أعتذر لأنه أنا بحب السفر يعني. أنا شخص بطبعي بحب السفر جدا، فأي حاجة فيها سفر بالنسبة لي هي باشن يعني. أنا ماليش مش سايبة. أنا قتيلة. وكمان كان كابتن خالد خيري هو مدرب المنتخب في الوقت ده، وقال لي ما ينفعش ومستحيل، وانت من الناس اللي الحمد لله يعني. أنا كنت ساعتها في الفترة دي من الناس العناصر السبعة الأساسيين اللي ما بيخرجوش من الملعب. ورحت المغرب. رحت المغرب اجلت الامتحانات. عين شمس ما بتاجلش. عين شمس ما بتاجلش بالظبط. هي دي بقى نجحت تاجلي. هم بعتوا صراحه يعني الاتحاد المصري بعت معايا حد، قابلنا العميد وقعدنا. الاتحاد المصري. قال لي ساعتها، هو العميد كان يعني كانت حظ فعلا، ما بيقبلوش تاجيل ابدا، ما بيعترفوش اصلا بحاجه اسمها مهندس رياضي. يقول لك الرياضي في نظرهم فاشل، من ضمن الحاجات جاي يلعب يعني. لازم تتغير الفكر ده، هيتغير في مصر للاسف. هو فعلا، هو فعلا موجود عندنا، وكنت بعاني منه جدا يعني. المهم قال لي طيب انت قدامك حلين. الحل الاولاني انك ما تخشيش خالص امتحانات الترم وتعتمدي في النجاح على امتحانات الفاينل. قلت له مستحيل طبعا. مستحيل طبعا. احنا عين شمس يعني، الواحد بيبقى بيعمل بالدرجه بيتشقلب وفي الاخر بقى نفسه جايب مقبول. طب يعني انا تعبت جدا يا جماعه. حلوه بتشقلب يعني بتشقلب وفي الاخر فطبعا قلت له لا صعب جدا. ايه طب بصي، انا قاعد فتره مؤقته وماشي، فانا هعمل لك التاجيل ده بس هاتي لي قرار وزاري ومختوم. وحصل الكلام ده. رحت المغرب. ورحت المغرب، رجعت من المغرب. امتحنت بقى امتى؟ هي دي الفكره. في الطبيعي الامتحانات بتبقى ثلاث اسابيع او شهر، شهر ونص. سبع مواد، الامتحان في شهر ونص. عندنا قدام كل ماده اسبوع، ادوك اسبوع. اربع خمس ايام. فانا امتحنت الامتحانات مع المواد مع المتخلفين من السنه اللي قبلها. فامتحنت في اول الترم الثاني، امتحنت سبع مواد في تسع ايام. انا بقول لك هي دي المشكله يعني بيحسوا ان انت، ما دي برضو لازم تتغير فكره وجهه النظر عن الرياضه طبعًا في الدوله طبعًا كلها طبعًا. بره الجامعات هي اللي بترعى الرياضه طبعًا. مش العكس، مش احنا اللي بنرعى الجامعات يعني. الرياضي هو اللي بيرعى الجامعه بالظبط. لا خليني بس اجي عند الحته دي يعني. يعني نعديها حته الهندسه، لان انا عايز اركز اكتر على الشق الرياضي. خلينا بعد تخرجك من هندسه بدات اكيد في فتره انتقاليه كنت مركزه في اليد اكتر. طيب ايه اللي عملتيه في الفتره دي مع الهاندبول؟ مع الهاندبول. انا اتخرجت سنه 2013، قعدت فتره كده قلت انا هريح بقى شويه مش هشتغل، خليني كده لسه متخرجه. خلاص بقى خلصت. اريح شويه. ساعتها كنت في النادي، كان موسم اخر موسم كابتن اليوبي تقريبا، وبعدين كابتن اشرف الفار. جالي شغل، قلت بس خلاص انا هتشتغل. قعدت ست سبع شهور ما بشتغلش خالص، متفرغه تماما للهاندبول. بس طبعا لقيت انه الناس، كل زمايلي في الجامعه قالوا لي ما ينفعش ست سبع شهور بعد التخرج. فتره كبيره جدا وجاب في السي في مش حلوه. بس اتخرجتي في وقت صعب، كان في بلد خارجه من ثوره وبتاع، وكان ظروف العمل قليله، فمجمعنا ان يجي لك فرصه شغل كويسه اكيد مش هتسيبيها. بالظبط. ففعلا جالي فرصه شغل، اتعينت وقعدت سنتين بشتغل. نفس المعاناه تاني بقى بتاعت رجعنا. لا هي معاناه اصعب بقى. اصعب. ليه؟ لانه في الكليه او في الجامعه انا مسؤوله عن الدرجات اللي بسيبها. يعني انا مش عايزه اخش الامتحان ده خلاص. مسؤوله عن نفسك. مسؤوله، انا مسؤوله مش عايزه اخش الامتحان خلاص، انا هشيل الماده. انا عارفه، لكن في الشغل مفيش كده مسؤوليه. مفيش حاجه اسمها انا عندي تمرين عايز امشي بدري، انا عندي ماتش انا عايز اخد. لا لا مش خلاص. انا يعني تعينت، كانوا عارفين كل ظروفي صراحه يعني. ناس يعني ده سبب اعتزالك الشغل؟ يعني ده سبب من الاسباب. سبب من الاسباب. سبب من الاسباب. طب ايه بقى الاسباب الثانيه؟ طب نكمل. طيب ماشي ماشي. نكمل. لا متشوق لاعرف يعني. لا يعني فقلت لهم انا ظروفي 1 2 3 4، انا بلعب كذا، انا بروح في اي مكان بشرح للناس يعني. ناس مش مدركه قوي يعني ايه مهندسه خريجه عين شمس،
وبتلعب ايه الهاندبول دي؟ بيقولوا لي الهاندبول دي اللي هي كده ولا اللي هي كده؟ يعني ده سؤال بس فعلا والله، يعني حتى الناس بعيده تماما عن مجال الرياضه بيبقوا طبعا اكسايتد جدا، ايه ده واو ازاي؟ والنادي الاهلي كانوا بيشوفوني في التلفزيون في لقاءات في ماتشات، كانوا بيقعدوا يقولوا لي احنا شفناك امبارح في التلفزيون، والناس زمايلي في الشركه حاسين فخورين بيا جدا يعني. بس طبعا كانت بس نيجي وقت الجد مالناش دعوه، لازم تبقى موجوده. بالظبط هي مشكلتي كانت في ان انا يعني اتقالت لي بصراحه كتير في الشغل، قالوا لي انت الحمد لله ذكيه وشاطره، بس طبعا حته الاستئذانات والاعتذارات دي بتاثر في الايفالويشن جدا على الشغل. فسبت الشغل وقعدت فتره كده، لا سبت الشغل ورحت مكان تاني. في الفتره دي كان في تجميع منتخب، هي الكلام ده السنه اللي فاتت، جمعونا وقالوا لنا هتلعبوا افريقيا، والبطوله كانت في انجولا على ما اتذكر. قالوا لي، قلت لهم انا لسه سايبه شغلي القديم ورايحه شغل جديد، انا عشان ابقى معاكم 100% لازم اسيب شغلي، يعني مفيش حل. فقالوا لي لا خساره، قلت لهم انا ما قداميش حل، تمرين منتخب يعني معسكر، يعني تمرين صبح وبالليل. طبعا تمرين صبح وبالليل. انا شغلي من 7 ل 5، من 8 ل 5، فطبعا الموضوع كان قلت لهم مستحيل. انا ما قداميش غير ان انا اسيب الشغل. فقالوا لي خلاص سيب الشغل، وسبت الشغل. بس للاسف بعد ما سبت الشغل وقعدنا في معسكر مغلق فتره، ما حصلش نصيب والبطوله اتلغت، اعتذرنا عن المشاركه. فدي كانت بالنسبه لي بقى يعني وقفه في حياتي. لا يعني انا لازم اختار فعلا، لانه حسيت انت يعني الموضوع ما مشاش زي ما انت عايزه. مش زي ما انا عايزه، بس حسيت انه انا عملت تضحيه كبيره جدا مقابل لا شيء. مقابل بالظبط. هم دول المهندسين، مشكله مهندسين. طب قولي لي بس، طب انت دلوقتي قلت لي ان رحاب جمعه يعني صاحبتك وبتاع، رحاب طبعا بنت النادي الاهلي والمحترفه في فرنسا. رحاب يعني بتقولي لا لعبت معاكي، كنت طلعت انت اعاره بطوله في الامارات، كلميني عن الظروف البطوله دي وازاي طلعت اعاره. البطوله دي والله الظروف جات لي، يعني الدعوه جات لي في خلال اسبوع بالظبط. اتصلوا بيا النادي الاول. نادي هو هناك مش نظام انديه قد ما نظام بيجمعوا بنات وبيخشوا باسم نادي. النادي كان الشيخ سعيد بن طحنون، ده حاكم ابن حاكم ولايه اماره العين. العين كان هي دوره رمضانيه، ولكن الاهتمام كان فوق الوصف، مذاعه التلفزيون، وكانت بيحضر رئيس الاتحاد كل المباريات، ويعني بطوله تعتبر رسميه بالظبط بالنسبه لهم. دي اقوى بطوله اصلا بيلعبوها هناك في الامارات. فاتصلت بيا كابتن هبه علي، كابتن هبه علي كانت لاعبه سابقه في النادي الاهلي عمر برضو. اتصلت بيا قالت لي احنا عايزينك معانا، وقلت لها طيب تمام شوفي ايه الاجراءات انا معاكي. ساعتها كنا فتره اوف سيزون، يعني احنا رايحين بقى لنا شهر ونص. شهر كام؟ كانت في رمضان. رمضان دوره رمضانيه اكيد في رمضان. صحيح. مش هتكونوا في رمضان، بس انا قصدي اقول مش يعني في شهر كام، يعني شهر كان 5 أو 6 اللي فات؟ شهر 6. اتصلت بيا قلت لها، قالت لي بصي البطوله بعد اسبوع. قلت لها طب ايه مش هلحق ازاي؟ طب انا مش هلحق حتى اجهز نفسي بدنيا وازاي؟ قالت لي رحاب اللي كلمتك ولا مين اللي لا هي كابتن هبه اللي كلمتني، بترشيح من رحاب يعني. ده اللي عرفته بعد كده من رحاب طبعا. فالمهم كلمتني وقلت لها، قالت لي مطلوب نبعت فاكس، بعتت فاكس وكابتن بيسا عرضت عليها الامر، ما منعتش وسافرت. عايز اقول لك في اسبوع انا عماله كل تفكيري انا ازاي هروح العب بطوله وانا قاعده مريحه. مش جاهزه. شهر مفيش حاجه خالص، احنا بالنسبه لنا كمان الاوف سيزون بنريح خالص بصراحه، بنبقى زهقانين جدا. مش عايزه حتى اجري ولا اروح جيم، يعني مش عايز اشوف اي حاجه، مش عايز اشوف اي حاجه ولا كوره ولا اي حاجه بالظبط. فنزلت كده الجيم 3 ايام ونزلت تراك، حاولت اعمل لياقه سريعا، ورحت مرنا تمرينتين ولعبنا البطوله، كسبنا البطوله ما شاء الله الحمد لله. كانت مين كان معاكي؟ كان معايا كان معايا طبعا من في الفريق بتاعي، كان معايا رحاب جمعه من مصر. رحاب جمعه طبعا محترفه في فرنسا حاليا. كان معايا مي جمعه حارس مرمى نادي سبورتنج. كان معايا يارش حيته من الاهلي. كان معاكي مين؟ يارش حيته من الاهلي، يارش حيته الوينج ليفت. دول اللي كانوا المصريات. كان معانا 2 محترفات من الجزائر، محترفه من المغرب. منتخب عربي يعتبر. منتخب عربي. يعني احنا كنا قاعدين هناك كاننا ستار اكاديمي، قاعدين كلنا مع بعض، جزائر ومصر والمغرب. تبادل ثقافات لذيذ جدا طبعا. ما جالكيش عقد احتراف هناك؟ يعني هو اتعرض عليا بس يعني ما حصلش نصيب. يعني بس يارا جالها بتهيألي. يارا؟ بتهيألي. لا هي تسأل بقى في الموضوع. انا ما اقدرش اقول جالها ولا لا. عندنا احنا شويه عندنا كده جواسيس بنجيب كل الاخبار. لا ف بس فلعبنا البطوله وكسبنا البطوله. كان معانا طبعا منافس لينا كان نادي الجزيره الاماراتي، كانت محترفه من مصر معانا غدا حسام. غدا حسام حارس مرمى. لا يا ربي انا كان قصدي على غدا حسام، انا اسف. غدا حسام كانت حارس مرمى وكانت معايا في البرنامج. غدا وراحت لعبت مع الجزيره وفعلا كانوا عايزينها تقعد. صحيح غدا حسام. انا افتكرت غدا حسام كانت هناك، هي كانت بتلعب في الفريق المنافس لنا اللي هو الجزيره الاماراتي. صحيح. لعبنا مباراه فاينل ما بيننا وما بينهم،
كانت مباراة جميلة جدا، كسبنا البطولة وكنا مبسوطين جدا، لان احنا حسينا ان احنا يعني في اهتمام، وهي بطولة رمضانية. بطولة رمضانية لا بس شكلها الشكل رسمي، يعني الشكل الرسمي جدا، كانت مذاعة في التلفزيون طبعا، كانت مذاعة في التلفزيون والحاكم موجود. لا هي ما تقالش عليها بطولة رمضانية، بطولة بتتعمل اثناء شهر رمضان بالظبط، لما هي مش بطولة رمضانية خالص، مش بفكر البطولات الرمضانية اللي عندنا في مصر. لا طبعا خالص، خمسة نقسم كده ونعمل مجموعة نلعب لها تشكيلة تقسيمة لا لا ملعب نجيلة كده. طب قولي لي برضو، انا عايز يعني برضو عايزك توضحي للناس اسباب اعتزالك. يعني احنا طبعا شفنا حمل الشغل اكيد طبعا، واكيد طبعا المقابل المادي ما زال ضعيف كرة اليد. هو ده السبب الثاني بقى. هو ده اكيد، ما انا بقول لك، ما طبعا انت مش هتلعب انت الواحد بيكبر وعايز ياخد خطوات في كاريره بالظبط. فهي دي يعني، قولي لي الاسباب كلها ايه؟ مبدئيا طبعا هو سبب الكارير، كارير الهندسه. انا فكرت فتره ان انا اعمل شيفت كارير، اشتغل في اي مجال غير الهندسه بحيث ان اقدر اتماشى مع الرياضه. يعني وصل بيا الموضوع ان انا لا، انا مش عايز اسيب واي نوت ان انا شيفت كارير اشتغل في اي مجال ثاني. انت عارف ان كابتن عاصم السعداني مدير اداره النشاط الرياضي مهندس فيعني بشتغل بالهندسه فترات طبعا، ممكن تبقى في يوم من الايام كده. بالظبط، ما انا فكرت في الموضوع بس يعني ما حصلش نصيب ان انا الاقي شغل في اي مجال. فدي كانت اول سبب طبعا الكارير. تاني سبب طبعا المقابل المادي. يعني مفيش عقود اكيد، دي حاجه بتخلي الواحد بيحس ان هو بيلعب بدون يعني بلا هدف. بس سن معين بالظبط، لحد مرحله معينه بتحس انه انا بعمل مجهود كبير جدا والمقابل المادي اللي باخده مش على قد المجهود اللي ببذله. اوكي، احنا طول عمرنا اتعودنا ان احنا بنلعب عشان بنحب اللعبه، عشان بنحب النادي الاهلي. لا بس دلوقتي الموضوع تاني بالظبط، الموضوع في عندك شغل تاني وشغل محتاج وقت وهيعليك في كل حاجه بالظبط بالظبط. فانا كنت يعني انا ما كانش يعني انا لو كان في مقابل مادي محترم او عقود محترمه كنت هبقى بضحي بشغلي وانا مبسوطه، او انا نفسيا مش متاثره او مش ندمانه. ليه؟ لان المقابل المادي اللي باخده من الهاند بول هو معوضني عن اي مقابل مادي هاخده في اي شركه هشتغل فيها، ولكن ده ما حصلش. بس اقول لك على حاجه، حتى لو كنت بتاخدي مقابل مادي برضه انت الشغل يعني هفهمك، حتى لو بتاخدي مقابل مادي عالي شويه في اليد، انا بقول لحضرتك ده كان ده سبب، يعني السبب الثاني يعني ده مش الاساس، ده مش يعني قصدي اقول لا انا قصدي اقول انه برضو انت في يجي لحظه انت عايزه كاريرك شويه، يعني طبعا محتاجه برضو اكيد تشتغلي بدراستك اكيد اكيد. فده كان السبب الثاني. و طب باباك ومامتك قالوا لك ايه لما خدت الخطوه؟ بابا وماما يعني هما من وانا صغيره معوديني، هما بيدوني نصيحه وانا ليا القرار بتاعي القرار انا خدت قرار، بيدوني نصيحتهم رايهم في القرار. عرضت عليهم الموضوع قالوا لي يعني اعملي لي ريحك. انا يعني انا لو قدامي ان انا العب، لا انا ممكن العب 4-5 سنين كمان مستريح قوي او اكتر كمان. ما شاء الله، لا مستريح. فالحمد لله، لان انا يعني حتى سن انا عندي 27 سنه فمش حته لسه عندك بره الناس تلعب لحد 36 37 سنه وبيبقوا في عز في التوب فورم يعني. صحيح. فالموضوع مش صعب ان انا كنت اكمل، ولكن كمان في سبب تاني، مفيش منتخب سيدات في مصر للاسف. عندنا عناصر طموح دولي بالظبط، مفيش طموح دولي. انا كان عندي طموح من صغري ان انا لعبت 2 افريقيا مع منتخب مصر، ما كناش بعيد تماما، ولكن بشويه اهتمام وشويه دعم. لا الحقيقه لا، مفيش الدعم ده، دعم الاتحاد اللي بدا حاليا يبقى بدا فيه. الحقيقه انا قلت الشابات والنشئات حقيقي بس عايزينه يكمل بالظبط بالظبط، هو ما بيكملش الشابات والنشئات المرحله دي لما بقى في شويه اهتمام وشويه معسكرات اعداد بره مصر وفي دعم، البنات عملوا نتائج كويسه جدا. خدنا افريقيا في الشابات وفي النشئات، ورحنا كاس العالم اول مره في تاريخ. بس ليه على مستوى الشابات والنشئات؟ ليه ما يبقاش يعني دايما الدرجه الاولى هي الواجهه بتاعت البلد؟ يعني لما اقول ان انا كسبت بمنتخب الشابات او الانسات برضه مش زي الفريق الاول، مش زي الفريق الاول طبعا، مش زي الفريق الاول. طب والناس حتى بتسال احنا لما اتكلمت مع كابتن بيسا في قرار الاعتزال ولا طبعا قالت لي ايه؟ كابتن بيسا في الاول طبعا قالت لي لا ازاي. كابتن بيسا طبعا هي يعني علاقتي بيها مش مجرد علاقه طبعاً مدرب ولاعب، لا او رئيس جهاز لا خالص. لا كابتن بيسا كمان عشان كانت لعبت مع يعني والدتي لعبت معاها، فالعلاقه ما بيننا مربياكي مثلا بالظبط يعني تعرفتي من وانا عندي 5 سنين و6 سنين. فقالت لي انت عندك حق في قرارك، دي صورتك مع كابتن بيسا. ماشي اتفضلي يا نور. قالت لي انت عندك حق، اعملي يعني اعملي اللي يريحك واعملي اللي انت شايفاه صح في مصلحتك، بس انا شايفه انه خساره، خصوصا ان السنه دي المفروض ان في النادي الاهلي ينظم بطوله افريقيا. هي كانت كابتن بيس الحقيقه قالت كده وقت انها حابه انه كانت مانعه التليفون في اكتر من مداخله وقالت ان هم بيخططوا لده بالظبط بالظبط. فهي قالت لي خساره. طب السنه دي قلت لها والله انا يعني انا اصبت باحباط بصراحه. ليه؟ وعود وعود وعود، سواء على مستوى محلي او مستوى منتخب، يعني سواء على مستوى النادي على مستوى المنتخب، سواء
بوجود مشاركات دولية، سواء بوجود اهتمام أكتر سفر، وفي الآخر محصلة صفر. يمكن عشان الدوري برضو مش قوي، خلي بالك برضو. ما أنا عايز أقول لك برضو، هي مشكلة لو الدوري قوي فرق كتير بتنافس أكيد بيشجع. يعني الدوري مش قوي، هو فرقة وكده بينافس. الدوري مش قوي، بس احنا عندنا عناصر بنات فنيا وبدنيا ومهاريا على مستوى عالي جدا جدا، سواء في الناشئين شباب درجة أولى. احنا لعبنا سافرنا بطولتين عربيتين مع كابتن أشرف الفار، خدنا تالت، عملنا مستوى الناس كانت مستغربه. يعني انا كنت بقابل فريق من التونس، كده وما فيش منتخب. انتوا اتقالت لي اكتر من مره من اكتر من بنت، من خصوصا من تونس. حتى قالوا لي ما تحترفي في تونس، ما تلعبي، ما تحترفي في تونس، احترفي في الجزائر. قلت لهم والله احنا ليه ما فيش منتخب، انتوا يعني احنا حجرنا، يعني زي ما بيقولوا باللفظ الرياضه، احنا حجرنا مع فرق قويه جدا. احنا كنا وبتشارك باستمرار بالظبط، وعندها خبره اكبر مننا بكتير في المجال، اللعب على مستوى افريقيا، مستوى افريقي يعني قوي جدا. في رساله كده من صحباتك يعني وزميلاتك في الملعب بعتنها لك، طب نشوفها ونرجع نكمل حديثنا. السلام عليكم ورحمه الله، الكابتن نور ياسين حبيبتي، وحشتينا جدا 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 جدا. دلوقتي كابتن منى خالد، تحبي تقولي ايه للكابتن نور ياسين؟ نونو وحشتينا جدا، مفتقدينك والله في الدفاع وفي الهجوم وفي التمرين كله، والله بحسك بالدنيا والله في التمرين. اتفضلي حبيبتي. حبيبتي انا احب اوصل لها نفس الرساله، لان انا اثنين جنبها وزياده تبقى عليا يعني، فاحنا مفتقدينها بكل حاجه يعني، مفتقدينها جدا، توحشينا قوي يا نور. دودو حبيبتي وانا برضه توحشيني، بس انا بقف ورا فمش معاهم في الدفاع، بس والله توحشيني جدا جدا جدا، ويا ربنا يوفقك. انا بقى مفتقدها في الهجوم جدا جدا جدا، وبحبها جدا جدا، وعايزه اقول لها ان هي من اقدر الشخصيات اللي انا عرفتها في الدنيا والله. وحشتيني يا نور، وحشتيني، انا بعيده عنك في المركز، انا في الوينج رايت، بس مفتقداكي برضه، ربنا يوفقك. زميلتك هندسه عين شمس، احب اقول ان دي سندريلا، واحنا مش عارفين دي، بس هي معانا يعني، حبت تطلع وتشارك في الفيديو معانا يعني. الكابتن امينه، اوه وحشني الجري السريع قوي قدام في الاول، وانا ورا انت عارفه. يلا يلا هات لي صغارك، يلا ادي ما يعسيه. نور حبيبتي ماي روم ميت بجد، مش عارفه اقول ايه، بس اكيد انت اخترتي وخدتي القرار، اكيد اكيد اخدتي القرار الاحسن، ان شاء الله ربنا يوفقك بقى في اللي جاي. ايه شايفك اتأثرتي، تحبي تقولي لها ايه؟ طيب والله مش عارفه اقول ايه، بس اكيد هفتقدهم زي ما هيفتقدوني. دموعك دي غاليه، خلي بالك دموع ايام وليالي مع بعض كتير. طبعا اكيد عشره، ويعني زميله في الملعب وبره الملعب. الفرق الجماعيه يعني هي حياه، الدنيا صحيح. ده لا اقدر اقوله والله، بس انا عايز اقول لك ما تزعليش، لانه حتى لو يعني بطلتي او بعدتي، ما انت معاهم اكيد. طب خلينا نخرج من الحته دي عشان ما نبقاش. بص خلي بالك، عايز اقول لك على حاجه، انت ما شاء الله عليكي ليكي كارير كويس جدا، والكارير ده يعني في غيرك يتمنى. شوفي يعني زميلتك في عين شمس أكيد. بتقول صارة. والفرقه كلها واخداكي قدوه. انت اثرتي فيهم، واكيد يعني عندك حاجات كتير جدا تقدري تعمليها بعد كده. خلي بالك ممكن تثقلي الموضوع ده بتدريب، ممكن تخشي في تدريب زي ما احنا شايفين كابتن بيسا نجحت جدا. يعني عندك كتير جدا في مجالات تقدري تعمليها، وايا كان احنا ملوك الصلاه يعني بيدعي لك التوفيق في كل حاجه. شايفه كده ازاي؟ والله يعني انا مبسوطه، مش متضايقه يعني، بالعكس مبسوطه اكتر، لان رساله زي دي ممكن تكون بسيطه جدا وصغيره، بس ليها معنى كبير. طب انا عايزك تقولي الو. الو الو مي. شو عرفتك؟ مي هشام كابتن الفريق الاول لكره اليد السيدات. مرحبا، ربنا يبارك لك، اهلا بيك على شاشتنا قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك يا رب، ولفته جميله منكم ان انتوا اديتونا المساحه ان احنا نعمل كده لنور. يا فندم ده حقكم، واحنا موجودين هنا عشان نحط الضوء على اللي انتوا بتعملوه. احنا ما ان غير اداه يعني، بتعرض مجهودكم وكفاحكم على مدار الايام. قولي لي انت يعني نور، يعني رايك ايه في قرار اعتزالها؟ رايك ايه في نور كانسانه؟ رايك ايه في يعني في القرار اللي هي خدته؟
والله يعني شهادتي مجروحة لأن نور هيوحشني الاستوديو التحليلي اللي بنعمله في الأوضة واحنا في المعسكرات اللي حصلتين عمل ومش عارفة إيه تقطيع مش استوديو تحليلي تقطيع لا لا والله لا لا استوديو تحليلي فعلا طيب لا بس هي ايه اتفضلي نور على المستوى الشخصي مش قادرة اقول يعني مش عايزة اقول اختي الكبيرة اختي الطويلة بس هي الصراحة وقفت جنبي في حاجات كتير شخصية يعني يمكن حتى يوم خطوبتي كانت من اكتر الناس اللي واقفة جنبي ما اقدرش انسى ده خالص نيجي بقى على طبعا نور زي ما انتم شايفين على الشاشه يا السوشيال ميديا عامل شغل معاها كل مكان وكل السيلفي عامل عامل شغل جامد جدا طبعا لازم طيب ايه ماي صور دي ماي طيب قولي لي في شغل جامد طيب قولي لي يعني اتفضلي يعني بصرف النظر عن اي حاجه احنا بنتقابل وبنخرج ولما في مناسبه كلنا بنتجمع يعني دي حاجه من الحاجات طب انت شايفه الصوره على الهوا معانا دي يا مي ولا لا شايفاها طبعا هي يعني كانت هي اللي عامل كل الكلام ده عشان تبقى فاهم دي كانت خطوبتك يا مي ها ايوه فعلا حقيقي طيب طب قولي لي يعني ايه الذكريات اللي ما تنسهاش مع نور يعني حاجه كده موقف كوميدي كده عشان يعني نخرج من الدراما اللي احنا فيها شويه في موقف كوميدي كده هنرجع للدراما على طول فانت طبعا اللحظات اللي كنا بنعيط فيها بعد ماتشات مهمه لو احنا بنشارك بطوله عربيه ولا بطوله افريقيه وماتش كان قريب وفرقه جامده وماتش فلت مننا فكان بيبقى فيه نكد غير طبيعي في الاوضه وكان الناس تيجي تعيط معانا يعني لا احنا كنا يعني ما بننامش اصلا بنعيط حبه ونقعد لحد ما النوم يجي لنا وننام يعني بتقول لك احنا كنا بنقعد نعيط فتره كده لغايه ما النوم يغلبنا من كتر العياط ننام حاجه بمناسبه ان هي طبعا كانت معايا في الاوضه انا عزفت نور ياسين كتير جدا 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 ما شاء الله لان نور ياسين لازم تنام النور مطفي كل حاجه مطفيه ما هي بلاش الفضايح دي لو سمحت لا والله هي كانت بتعاني معايا ليه؟ لان انا ممكن النور مولع انام التلفزيون شغال انام لا ما هي لو البيت بيتهد جنبها نايمه يعني مشكله يعني في ثانيه النوم جه صباح الفل خلاص طب انت بتستناني انام تقفل ورايا عشان تعرف تنام يعني تقوم انت تصحي بقى لما هي تقفل تقوم انت تصحي انا والله كنت استناها تنام وبعد كده تنام انت وبعدين اطفي التلفزيون واطفي النور وانام وتنامي يعني انتوا قعدتوا مع بعض فتره طويله جدا مع بعض في الاوضه يعني ده طول الدرجه الاولى يعني عمر طيب قولي لي بامانه كده يعني سؤال اخير انت شايفه نور يعني في الرياضه لو حابه تكمل في كارير رياضه تكمل ازاي؟ في شكل ايه؟ انا بس عايزه ارجع لان احنا اتناقشنا في موضوع الشغل وقبل ما تاخد القرار احنا اتكلمنا وقالت لي يا مي انا لازم اشتغل انا عمري بيضيع في الهاندبول وانت زي ما انت شايفه الدنيا بتضيع يعني ايه؟ قلت لها انا ما فيش كلام اقوله مصلحتك اولا يعني انا مش قادره اقول لك حاجه لان انا من قبل حتى ما هي تشتغل وانا بقول لها دوري على شغل لازم ما تسيبيش الدنيا تسحبك فهي بصراحه كان عندها حق وهي اكيد شايفه الدنيا عامله ازاي في هتقول وكده او كده اللقطه دي بتنتهي تقدر تاخد ايه عشان يعني تقدر تنمي نفسها ازاي؟ هي اوريدي عندها خبره ميدانيه كبيره يعني من الاخر زي ما بنقول في الملعب لبسه شورت فهي مش هتغلب هتشتغل يعني صحيح. تقدر تشتغل لو خدت دوره تدريب في الاتحاد والحاجات دي طبعا موجوده ومتاحه تقدر تكمل تمارس ممكن تروح بعثة زي لايبزيج والحاجات دي يعني دي ممكن حتى انا ممكن يعني اتصرف لها او اقدر اديها اخبار خلاص يا مي انا رايح اكيد كده رايح خلاص مي الشاب طبعا كابتن فريق الاول لكره اليد للسيدات شكرا جزيلا على مداخلتك معانا نور لا نملك الا نقول لك يعني جود لك في حياتك في كاريرك وفي مستقبلك الرياضي. ميرسي يا كابتن والله على الـ يعني الحلقه الجميله دي وبسطتوني جدا والله. طبعا حقك علينا. وعايزه اشكر مي كانت يعني كابتن فرقه ومن اقرب الناس ليا في الفريق. ومبسوطه جدا بالتقرير الجميل اللي هي حضرته. وعايزه اقول لها هي كمان هتوحشني جدا وكل البنات هيوحشوني و ان شاء الله يعني ربنا يوفقني في اللي جاي باذن الله يوفقهم ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا في ملوك الصالات وربنا يوفقك فيما هو قادم ميرسي يا كابتن بشكر حضرتك والله شكرا نور اعزائي المشاهدين انتهى لقائنا سريعا ان شاء الله الاسبوع القادم حلقه جديده من ملوك الصالات انتظروا ايضا تسليم
الفائزين او بالجائزه طبعا اللي احنا عملناها وطبعا هنوه عليها مره اخرى. في سؤال احنا حطيناه على صفحتنا على الفيسبوك عن كم او عدد المسابقه قدامنا على الشاشه، عدد البطولات اللي حصل عليها الاهلي في الالعاب الجماعيه السله والطايره واليد افريقيا الموسم الماضي كانت كام بطوله. اللي هيجاوب الحقيقه صح على هذا السؤال ان شاء الله سيتم اختيار مجموعه من الاجابات الصحيحه وهيفوزوا معانا بتذكره لحضور مباراه الاهلي والنجم الساحلي ان شاء الله في الاسبوع اللي بعد القادم، وهنسلمكم ان شاء الله هذه الجوائز في الاسبوع القادم في حلقه ملوك الصراط يوم الجمعه اللي جاي ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم، نتقابل يوم الجمعه القادم باذن الله. شكرا جزيلا.